طرف السيد رئيس الجمهورية الذي شرفني برئاسة لجنة مكلفة بتقديم اقتراحات حول مراجعة الدستور، وأني أشكره على الثقة التي وضعها في شخصي. تتكون هذه اللجنة من كفاءات خبراء وطنية في المجال القانوني ولا سيما القانون الدستوري. ستكون لنا فرص أخرى لإعطائكم أكثر تفاصيل حول المهمة التي كلفنا بها السيد رئيس الجمهورية، وفي انتظار ذلك يسعدني أن أخبركم بقائمة أعضاء اللجنة، وهم أحمد العرابة أستاذ القانون الدولي، عضو الجزء القانون الدولي لدى الأمم المتحدة، رئيس اللجنة أستاذ وليد عقون، أستاذ القانون العام كلية الحقوق الجزائر العاصمة مقرر عام للجنة، السيد عبد القادر ريطاوي أستاذ القانون جامعة أدرار، السيدة سعاد غوطي أستاذة في القانون الدستوري كلية الحقوق جامعة الجزائر، السيد بشير يلس شوش أستاذ القانون كلية الحقوق جامعة وهران، الأستاذ مصطفى خراجي أستاذ القانون الدستوري جامعة سيدي بن عباس، الأستاذة مايا ساحلي فاضل أستاذة في القانون عضو في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان كلية الحقوق جامعة الجزائر، الأستاذ عبد الحق مرسلي أستاذ القانون جامعة تمن راست، أستاذ بنتيفور أستاذ في القانون الدستوري جامعة تلمسان، السيدة جازية ساش لشهب أستاذ القانون الدستوري جامعة سطيف، السيدة سامية سمري أستاذة في القانون الدستوري كلية الحقوق جامعة الجزائر، السيد طاهر خلفان أستاذ القانون كلية الحقوق جامعة تزيوز، أستاذة السيدة زاهية موسى أستاذة القانون الدستوري كلية الحقوق جامعة قسنطينة، السيد عبد الرحمن بن جلالي مكلف بالدراسات كلية الحقوق جامعة خميس مليانة، السيدة نبيلة لدرع مكلفة بالدروس كلية الحقوق جامعة تيبازا، السيد مصباح أم الناس مكلف بالدراسات جامعة الجزائر، السيد فتح القرقوز دكتور في القانون جناح قاضي سابق في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. شكراً لكم.